السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي الأم تنشف صدرها من اللبن بعد ما تفطم الطفل؟ في الفيديو ده هنتكلم على إمتى أو إزاي ننشف الطرق اللي بتخلينا ننشف اللبن بتاع الأم، وإيه الأضرار بتاعته، وإيه الفوائد، وبياخد وقت قد إيه. بس قبل ما نشوف الفيديو، انت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات بتاعتنا اللي جاية إن شاء الله. أنا دكتور حازم رجب، استشاري طب الأطفال، تابعوني. الأمهات اللي هي بترضع طفلها رضاع طبيعي، ولما تيجي تفطم الطفل بتبقى عاوزة تنشف اللبن، وفي بعض السيدات بيبقى عندها إفراز للبن من غير حمل ولا رضاع، وفي أمهات بيبقى عندها أثناء الحمل في لبن بيسترسل من صدرها. هناخد الفيديو ده ايه الطرق اللي ممكن ننشف بيها لبن ثدي الام. اول حاجه ان الام ما ترضعش ولا تشفط صدرها، لان كل ما الام ترضع الجسم بيدي امر للغدد اللبنيه انها تفرز لبن تاني وتالت، ولما تشفطي لبنك بالشفاط برضو الجسم هيفرز لبن تاني وتالت. اما بقى لو امتنعت عن الرضاعه وامتنعت عن التشفيط، فاللبن اللي في الثدي بتاعك نزوله هيقل، وبالتالي الجسم هيدي امر للغدد اللبنيه ان مفيش احتياج للبن، فهيقلل افراز اللبن. تالت حاجه اللي هي الاعشاب. بعض الاعشاب زي النعناع والشاي المرمريه بيقلل افراز اللبن عن السيدات، عشان كده الاعشاب دي مش بننصح بيها اثناء فتره الرضاعه. كمان الحاجة التالتة إن إحنا نقلل الأعشاب والمشروبات اللي هي بتزود إفراز اللبن، زي الحلبة والمغات وشرب المية الكتير. الحاجة التالتة اللي هي عملية، أو الحاجة الرابعة اللي هي عملية ربط الصدر، إن أنا بلبس هدوم ضيقة مصنوعة من مواد معينة إنها بتربط على الثدي، فبالتالي بتضغط على الغدد اللبنية بتقلل إفرازها، بس هي المشكلة إنها بتعمل احتقان في الثدي بألم. الحاجة الخامسة اللي هي بعض الأدوية. في بعض الأدوية المهبطة أو المثبطة لإفراز البرولاكتين، والبرولاكتين ده هو الهرمون بتاع اللبن اللي بينشط الغدد اللبنية، ففي بعض الأدوية موجودة في الصيدليات بس لازم تبقى تحت استشارة الطبيب. في أدوية تانية زي أدوية البرد اللي هي الاحتقان، زي البنادول والكونجستان والحاجات دي بتقلل الاحتقان وبتقلل إفراز اللبن. كمان بعض حبوب منع الحمل اللي تحتوي على الأستروجين والبروجسترون بتقلل إفراز اللبن. الحاجة الأخيرة اللي هي إن أنا أعمل مساج بسيط للثدي، ده بيقلل الاحتقان وبيقلل برضه إفراز اللبن. لا، لكن لو أنا استمريت في المساج، عملت المساج ده فترات طويلة، هيجر اللبن أكتر وأكتر. طيب يا دكتور، هو اللبن هينشف في خلال قد إيه؟ اللبن معظم الساد الأمهات اللبن عندها بينشف في خلال 2 3 أيام، لكن برضو بيعتمد ده على كمية اللبن اللي كانت بتفرز قبل ما حاول نشف اللبن. يعني الأمهات اللي هي كان عندها رضاعة بسيطة كده، كمية اللبن عندها قليلة وبترضع طفلها، اللبن هينشف بسرعة أكتر. أما الأمهات اللي كان ما شاء الله اللبن عندها كتير، فده هينشف هيطول شوية. طب هل هو هيبقى في مشاكل من موضوع تنشيف اللبن ده؟ بعض الحالات بيجي لها نتيجة لاحتباس اللبن في ثدي الأم، بيجي لها احتقان، يعني تلاقي الثدي بتاعها مورم ومحمر ومؤلم جدا وما تستحملش حد يلمسه. كمان ممكن يحصل عليه التهابات بكتيرية وسخونية وألم في العظم، وكمان ممكن يحصل خراج، تكوين خراج يجمع صديد، فده بيستلزم عملية جراحية وفتح جراحي. امتى نستشير الطبيب؟ احنا بنستشير الطبيب لو الموضوع طول عن اسبوعين، او لو بدأت تظهر اعراض جانبية اللي هي زي ما قلت لك الاحتقان والالتهابات تجمع صديدي في الثدي، او لو لقيت في اعراض جانبيه من الادويه زي الاكتئاب، ضربات القلب السريعه، وعدم النوم، والحاجات دي كلها.
فالموضوع برضو محتاج استشارة طبيب الأطفال وطبيب النساء معانا. شكرا.